أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأمر للعباد جميعا بل للناس جميعا، لكن هذا الأمر ما أتى به إلا القليل من عباده. هذا الأمر العظيم الذي أمر الله به سبحانه وتعالى ما أتى به إلا القليل، كما بين هو سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العزيز. ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي به الآية. وربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا في هذه الآية أمر الناس جميعا أن يعبدوه، لكن أبى أكثر الناس إلا الكفر إلا الإشراك بالله، كما قال هو أيضا في كتابه العزيز، قال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآيات دي الأخيرة وديك كلها في سورة يوسف وفي سورة البقرة بتدل أن الناس أكثر الناس ما عبدوا الله، أكثر الناس على الشرك، أكثر الناس على الشرك. نحن ما قلنا الناس كلهم مشركين، عشان ما تنط ليه فتح لي عينك، لا، الله قال أكثر عبادي ديل مؤمنين، لكن بلا الإشراك يقع بعد الإيمان. دول ممكن يكون مؤمن يا جماعة زي ما بين الأخوة من قبلي، يكون بيصلي في الصف الأول ودول منفق وأخلاقه كويسة بار بوالديه، لكن مشرك، مشرك بيرفع عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. حتى لو بتقول يا الملائكة، لو بتقول يا النبي ده الإشراك، لو بتقول يا الشيخ ده الإشراك، لو بتقول تنادي ست الودع، في ناس بينادوا ست الودع، يا ست الودع ارمي الودع وكشكشي تكشكش في عينك، ده الشرك ذاته، ده الشرك ذاته، ست الودع ده الشرك ذاته. كونه تمشي لفوق الشيخ ده برضه من الشرك، وكفرت بالله سبحانه وتعالى، لأنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر بشنو؟ رسول الله نزل عليه شنو؟ نزل عليه الكتاب والسنة، كتاب والسنة. فكثير من الناس لو جيت عينت في الآيات والأحاديث، أكثر الناس يا جماعة مخالفين لهذا الدين، مخالفين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء من العقيدة، من العقيدة، خليك في اللحية والقصير، لا، من العقيدة، من العقيدة. عشان كده لما نكون في خلاف في العقيدة الحاجات التانية بتلقاها كثيرة، تلقاها كثيرة، ودي بتوري الدعاة المصلحين ان يبدو بالعقيدة. يعني دول لقيته ماسك له سيارة مثلا وعقيدته خربانة، ما تقول له خلي السيارة دي، قول له خلي شنو؟ قوريه العقيدة. دول عقيدته خربانة بتاع تنباك، شال تنباك من ود الريح كك عمل لها كده وضربه وسفاه، ما تقول له الصعود حرام، ما رقم ماله الصعود حرام يا، قول له خلي الاشراك. دول عقيدته خربانة، ها بتاع غنى، ما تبدأله بالغنى، ابدأله بالعقيدة. دول عقيدته خربانة بتاع أي حاجة، بتاع أي حاجة بدون استثناء. شوف ما في كبير أقعد من الشرك، كبير أقعد من الشرك، ما في، ما في نهاية. عشان كان الإشراك أدخلت طرق الصوفية ديل كثير كثير. ده كتاب اسمه كتاب الطبقات، كتاب الطبقات، ده قال بخصوص الأولياء والصالحين بالسودان، بس تخصيص بس بالسودان. انت اي سوداني ما في الكتاب ده انت ما ولي، ديل هنا قالوا كده، ديل الصوفية، اي دول ما في الكتاب ده ده ما ولي، واي دول في الكتاب ده ده ولي. كلامهم ده ما صح يا جماعة،
لانه ما الا في الكتاب ده، بل يمكن الناس في الكتاب ديل اولياء شيطان. انا بقول لك والله جد ديل اولياء شيطان، لانه في واحد، حتى انا اديك كرامه بسيطه، في واحد هنا ولي كمان قليل ادب، واحد اسمه قال من كراماتي علي، اسمه علي اللبدي، علي اللبدي ده كان قال شيخ كبير يعني ولي، قال من كراماتي كان شعر عانتي يغطي ركبتيه. دي ما قلت ادب؟ الواد ده عين في شعره ده شيخ انت. كتاب ده ما تقول له انت قلت كده، هو ده مكتوب هنا. مكتوب هنا. قال شعر عانتي ها يغطي عانتي. دي عانتي ولا غلط الصنود دي؟ دي كلها قله ادب يا اخ. دي قله ادب عند الصوفيه. يقول لك دي كرامات، كرامات الاولياء. وفي الكرامات دي، وفي الكرامه دي في حسن وتحسونه في الكتاب ده، يقول لك حسن اللحيه بغاره. حسن اللحيه بغاره. ما يتربنا قتله. قتله الله. قال احيا حسن وتحسونه. جاء في القبر قال له بغاره بغاره ثلاث مرات، قال فت قام العريحين بالله. وبعد داري العيش ترخص يا جماعه يا مسلمين، بعد داري البنزين يرخص، والله ما طالع في جيرك زي ده يومي. ابشرك، واحد قبل شويه قال لي كيلو اللحم عمل ب 220 ولا كم، قلت لي ابشرك بيعمل بمليون. انا قلت ابشرك ما طالع في جيرك زي ده، شيرك زي ده وكبر، والله الحاله ما بتمشي لقدام الا نتوب ونرجع. ما تقول لي السبب الحكومه، الامل السبب انت وانا، السبب الشرك، وفي الشرك السبب الصوفيه، الصوفيه 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 دين السبب، دين السبب. فلا بد نتكلم فيهم جميعا، داري الحال يصلح. فانت ما ممكن تقعد تقول الصوفيه اهل الدين وداير تاكل مويه، ما ممكن. الصوفيه ما اهل الدين، الصوفيه دخلوا الشرك، لانه في واحد يمكن ما يشرك، لكن يقول لك الناس دين، ناس دخلوا الدين في البلد دي، دين واحد دخلوا الصوفيه ما في الا دين الشرك. ونتحداهم او نتحداهم ها العينون ذات ها صوفيه دخلوا شرك. لو في واحد صوفي، في اخو مسلم، في اي واحد، ده نقول الصوفيه دخلوا شرك. وكلامنا ده على الهوى مباشره، كل العالم ده بيسمعه، كل العالم ده بيسمعه، لانه عندنا ادله، مش نحن قويين، عندنا ادله انه الصوفيه في كل العالم، مش في السودان. الصوفيه دخلوا شرك، الصوفيه ما دخلوا الدين، اجابوا النبي عليه الصلاه والسلام، ابدا ابدا ما دخلوا، والله دخلوا شرك. بينادوا يقول لا غير الله بيخلق، الانبياء دخلوا دين زي ده؟ الصوفيه يقول لك الشيخ بيدي المويه، ها يقول لك الشيخ صلاح الدين الخنجر ده قال الشيوخ بيدوا المطر، قال بتسال الله والله ما بيديك مويه. شوف دي حلقات ها عشان قد استحضر. ربنا قال واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. والله ما بنخليك، ما بنخليك، بنردعك بالايات والاحاديث لما تتكيف، لما تتكيف يا صوفي، والله ما نخليك. فينا حلق وفينا حلقوم، والله نتكلم كده حتى الموت، حتى الموت. والله لو نموت الان، لو نموت الان والكلام ده والله ها نتحدى به، والله كل العالم، كل العالم، لانه كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله. ربنا قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يا صوفي يا مجرم، الله قال كده. ما دعي لي يقول لي بالراحه، لا ما بالراحه، ده المحق ذات ودي الحكمه ذات. تبري الصوفي، توري الاخو المسلم البلاغاتي، وديل الناس جابوا لنا الضنك، الناس جابوا لنا المعيشه الضنكة يا مسلمين يا سودانيين، ارجعوا وتوبوا، حاربوا الصوفيه ديل جميعا، حاربوهم ما بعكاكيس ولا بصوت، حاربوهم بالكتاب بالقران وبالسنه على فهم سلف الامه. فنسال الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. ويقدم شيخ من بعدي.